فضيلة الشيخ عطية صقر، نريد أن تبين لنا معنى الزواج والعلاقة بينه وبين الأسرة. الزواج في اللغة يعطي معنى انضمام شيء إلى شيء آخر ليصير زوجا أو زوجين. فلفظ الزوج يطلق في اللغة على خلاف الفرد، وكل واحد من الرجل والمرأة يسمى زوجا، ويقال للاثنين زوجان وهما زوج. أما الزواج في الشرع فهو اقتران رجل بامرأة بصيغة معلومة وشروط معلومة وأركان معلومة. الملاحظ في الطبيعة أن الله خلق من كل شيء زوجين في الحيوان والنبات وغيرهما. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. والسر في خلق زوجين هو التكاثر اللازم لتعمير الأرض واستمرار الحياة. وقد فك الله هذه المخلوقات تتزاوج مسوقة بغرائزها أو بالسنن الطبيعية الكامنة فيها، وكل هذا التكاثر لخدمة الإنسان. أما تزاوج الإنسان وتناسله فلا يحقق حكمته إلا بطريقة معينة تدخلت فيها أوامر الله وإرشاداته، فلا يريد منه أن يتكثر كالنباتات والحيوانات الأخرى التي لا تعرف حقوقا ولا واجبات. فلا بد أن يكون التزاوج لتكوين أسرة مستقرة ينشأ فيها جيل يتسلم الزمام من والديه لتستمر خلافة الإنسان في الأرض. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن الأسرة هي الخلية الأولى في جسم المجتمع، أو هي اللبنة الأولى في بناء الهيكل الإنساني العام، ولهذا كان بناؤها على هدي من الدين في جميع العصور. ومن مميزاتها إلى جانب التكاثر المنظم أنها وسيلة انتقال الغرائز والاستعدادات، وفيها تحديد لعلاقة كل فرد بالآخر، وفيها خلق صفات جديدة في الطفل عن طريق القدوة، وهي مؤسسة تعاونية، وهي العامل الأول الذي يحس فيه الإنسان بالانتماء وعدم الضياع والإهمال، وفيها حد لتنازع الرجال على النساء، وفيها السكن النفسي والروحي. إن الزواج وهو أصل تكوين الأسرة له مهام ثلاثة رئيسية، هي الولد والتعاون وقضاء الشهوة. تلك باختصار هي مهمة الزواج ووظيفة الأسرة، والله أعلم.